أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. اليهود والنصارى خصوا خلافاتهم وفي مؤتمر العناق والوفاق زالت العداوات بين اليهود والنصارى، ومع ذلك نرى المسلمين شيعا. هذا سلفي وذاك خلفي وذلك سني ورابع شيعي وخامس خارجي وسادس صوفي. هذا سلفي يقول لك أنا سلفي، وهذا يقول لك أنا خلفي، وذلك يقول لك أنا سني، ورابع يقول لك أنا شيعي، وخامس يقول لك أنا من الخوارج، وبعد ذلك يقول لك أنا صوفي. اسمعوا يا مسلمون، إن الله تعالى حل المشاكل كلها بكلمة واحدة. ألم تقرأوا قول الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم. السلفيين، الصوفيين، الشيعيين، السنيين، الخلفيين، الخارجيين، هو سماكم ماذا؟ هو سماكم المسلمين من قبل، فهل ترفضون اسما سماه الله لكم؟ الله سماكم المسلمين وجعلكم مسلمين، فهل ترفضون تسمية الله رب العالمين؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الاسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيسمينا الله مسلمين ونخترع لأنفسنا أسماء؟ أنا سلفي، أنا خلفي، أنا شيعي، أنا سني، أنا خارجي، أنا صوفي، بل أنا مسلم، أنا مسلم، أنا مسلم. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. لا إله إلا الله. قيل لسلمان الفارسي: يا سلمان من أباك؟ فقال سلمان: أنا ابن الإسلام. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بكى وقال: وأنا ابن الإسلام، وأنا ابن الإسلام، وأنا ابن الإسلام. أيها السادة، إن الطريق أمامنا شاق وطويل. لقد قسمت بلاد المسلمين إلى مناطق نفوذ. روسيا تأخذ جانبا، وأمريكا تأخذ جانبا، والمسلمون سلفيون وخلفيون وسنيون وشيعيون وصوفيون، مع أن ربهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد. الله نور، الله نور، والقرآن نور. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، ومحمد جاء بالنور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أمة ربها نور وكتابها لنفسها أن تعيش في الظلمات. كيف ترضى؟